بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ اليوم إن شاء الله بالدرس 11 اللي خاص بكورس ديزاين باترن. في هذا الدرس سنناقش بلدر ديزاين باترن. أنا محمد إماد عرفه، وبالتحديد في هذا الدرس راح نناقش ماهية البلدر ديزاين باترن وما هي أبرز الإرشادات حتى نعمل إمبلمنتيشن لإله، وأيضا راح نأخذ مثال عملي راح نحتاج في البلدر ديزاين باترن. اوكي، خلينا نبدا بالبدايه ببلدر ديزاين باترن. حسب تعريف جانج اوف فور بحكي لك انه انا لما يكون في عندي كومبلكس اوبجكت، وهذا الكومبلكس اوبجكت بدي اعمل لإله خلينا نجي نحكي سيبريت ذا كونستراكشن، بحيث انه بمعنى او باخر انه عمليه انشاء هذا الكومبلكس اوبجكت لابد انه تكون خلينا نحكي تمر على اكثر من مرحله، تمام، بحيث انه راح يكون في الها خلينا نحكي different representation. فهذا هو ما يعرف بالبلدر ديزاين باترن. اذا باختصار وبشكل مبسط، عمليه انشاء الكومبلكس اوبجكت بدي اياها تكون على اكثر من ستيب، ولكن كل ستيب راح تكون مستقله عن الستيب الاخرى، ولكن بالنهايه راح يشكلوا لي كومبلكس اوبجكت. اوكي، البلدر ديزاين باترن هو يعتبر ككرييشنال باترن، فبالتالي احنا ما زلنا نحكي عن الكرييشنال باترن، واليوم عمالنا بندرس عن البلدر ديزاين باترن. البلدر ديزاين باترن بكل بساطه بيحل لك مشاكل لما يكون في عندك الكونستراكتر باراميتر في ازدياد، تمام، وطبعا الكونستراكتر لاي كلاس، تمام، انت في كل مره بتحتاجه حتى انك تعمل انيشاليز، لكن تخيل لما يكون في عندك كومبلكس اوبجكت، فبالتالي عدد البارامترز اللي راح يتم ارسالها الى هذا الكلاس هي عمالها بازدياد، وبالنهايه راح ترجع لك اوبجكت، تمام، وهو طبعا راح يكون كومبلكس اوبجكت. فبالتالي البلدر ديزاين باترن بتحل لك هاي المشاكل. لان السؤال بيطرح نفسه، وين انا اختار البلدر ديزاين باترن؟ بكل بساطه بامكانك انك تختار البلدر ديزاين باترن لما انت بدك عمليا يكون في عندك كومبلكس اوبجكت بدك تنشئه، بحيث انك انت بدك تعمل له بريك اب، بدك توزع عمليه انشاء هذا الكومبلكس اوبجكت. كذلك ايضا لما انا بتحتاج اني انشئ كومبلكس اوبجكت، تمام، وحتى اني انشئ هذا الكومبلكس اوبجكت هو فعليا راح يكون من اكثر من بارت، وكل بارت بده يكون مستقل عن الاخر، لكن في النهايه هاي البارتس هي راح تنشئ لي اللي هو الكومبلكس اوبجكت. عند هاي اللحظه انا بختار البلدر ديزاين باترن. كذلك ايضا عمليه انشاء اللي هو الكومبلكس اوبجكت لابد انه بالنهايه يكون في عندي كلاس، هذا الكلاس بالنهايه لابد انه يكون في له مالتيبل ريبريزنتيشن بحيث انه يتعامل مع هذا الكومبلكس اوبجكت. اوكي، اذا ما كانت هذه النقاط واضحه فراح يتم توضيحها بشكل عملي. اوكي، الان طبعا خلينا نشوف بشكل او باخر البيلدر ريبريزنتيشنز اللي خاص في ديزاين باترن. لاحظ انه هنا في عندي اللي هو فور كومبوننت. الكومبوننت الاول هو عباره عن البيلدر، وهو فعليا بيمثل خلينا نحكي تمبلت لعمليه انشاء البرودكت. ولما نحكي عن البرودكت كما لو اني انا عمالي بحكي عن اوبجكت معين، تمام، وحتى حتى ابسط الامور، البيلدر الموجود عندي هنا هو بامكانك انك تعتبره هو انترفيس. هذا الانترفيس هو اللي راح يقوم انشاء البارتس اللي خاصه في الاوبجكت. ايضا في عندي هنا هو الكونكريت بيلدر، والكونكريت بيلدر هو راح يعمل امبلمنت لهاي الانترفيس، وراح يزودها فعليا بعمليا بالاجزاء اللي هو بيحتاجها حتى انه يقوم بانشاء هذا الكومبلكس اوبجكت، تمام. ايضا بالنسبه الى الدايركتور، الدايركتور هو راح يكون فعليا مسؤول عن عمليه الانشاء، تمام، عن طريق اللي هو البيلدر انترفيس، تمام. بالنهايه انا في عندي هون اللي هو برودكت، هذا هو فعليا المين اوبجكت اللي راح يتم انشاؤه، واللي هو بالنهايه راح يمثل لي اللي هو الكومبلكس اوبجكت. اذا بالنهايه خلينا نلخص الوضع، انا في عندي هنا فعليا انترفيس، هاي الكونكريت بيلدر هي بتعمل امبلمنت لهذا الانترفيس، والدايركتور هو اللي بيقوم بانشاء الكومبلكس اوبجكت بالتعامل مع البيلدر، تمام، وبالنهايه راح احصل انا على اللي هو كومبلكس اوبجكت. اوكي، الان طبعا خلال اللي هو الدروس السابقه كنا قد ناقشنا الابستراكت فاكتوري، وفعليا كان في عندي توزيع الاجهزه، وتوزيع الاجهزه كان بيعتمد على طبيعه اللي هو العقد اللي خاص بالموظف اذا كان كونتراكت او بيرمننت امبلويز، وكذلك ايضا بالاعتماد على الرانك تاعه اذا كان مانجر او عمليا مش مانجر.
كذلك الأمر، أنا بهاي اللحظة استخدمت عندي هون اللي هو الأبستراكت فاكتور، بإمكانك إنك ترجع له. الآن أنا عمالي بحكي عن الأبستراكت فاكتور، أنا راح أستخدم نفس المثال اللي أنا استخدمته بالأبستراكت فاكتوري، راح أستخدمه بالبيلدر ديزاين باترن. بالبيلدر بحكي لك إنه هنا بإمكاني إني مثلا أقوم بعمل أوبشن معين، وليكن مثلا إنه بدي أعمل كونفيجريشن للسيستم تاعي، بحيث إنه بإمكاني إني أقوم باختيار الرام، الهارد ديسك درايف، اليو اس بي ماوس وغيرها من هاي الأمور. تمام، فخلينا نشوف كيف بامكاننا نعمل هذا الامر اللي هو بيلدر ديزاين باترن. لكن انا قبل ما ابني البيلدر ديزاين باترن، خلينا نجي نبني بدون اني استخدم الديزاين باترن. اوكي، بالبدايه راح اقوم باضافه هذا الكولوم اللي هو فعليا اسمه سيستم كونفيجريشن ديتيلز. تمام، راح اضيفه على التيبل اللي خاص بالامبلوي. راح اروح مباشره على الفيجوال ستوديو. مره ثانيه انا راح استخدم نفس البروجكت اللي استخدمته خلال الدروس الماضيه، لان انا هنا في عندي رايت كليك على الامبلوي تيبل، راح اروح مباشره الاوبن تيبل ديفينيشنز، راح يفتح لي نفس عندي اللي هو التيبل مفتوح عندي هون. انا راح اقوم بعد هيك باضافه عندي هنا اللي هو فعليا عندي هنا اللي هو System Configuration Details، فبالتالي راح اروح مباشر اعمل له كوبي، ومباشره راح اقوم بتزويده عندي هون، ونوعه هو عباره عن var char، وفعليا حجمه عندي هون اللي هو كم؟ 500. اوكي، وهو فعليا بسمح بالنال. الان بعد هيك مباشره راح اقوم بعمل عندي هون اللي هو ابديت حتى اعكس هذه التعديلات على قاعده البيانات الداتابيز، ولاحظت انه هون عماله بيعمل لي ابديت كومبليت سكسسفولي. بعد هيك مباشره راح اقوم عندي بالذهاب الى اللي هو فعليا اللي هو الموديل، فبالتالي راح اروح مباشره الى المودلز فولدر، راح اضغط دبل كليك عندي هون، ومباشره راح اعمل رايت كليك واعمل ابديت موديل فروم داتابيز. راح اروح مباشره للتيبل احدثت عليه تعديل اللي هو فعليا الامبلوي، واضغط على فينش. راح تلاحظ انه قام الان باضافه عندي هون اللي هو السيستم كونفيجريشن ديتيلز زي ما احنا فعليا شايفين. اوكي، الان بعد هيك مباشره خليني اقوم الان بعمل اللي هو سيف. اوكي، فقط خليني اتاكد من انه فعليا اسمه بالداتابيز زي ما احنا فعليا شايفين اللي هو ضمن الداتابيز. راح اروح ضمن البلي تيبلز اوبن تيبل ديفينيشنز، فقط حتى اتاكد من انه الديفينيشنز تاعه هو فعليا زي ما انا بدي ولا لا. لاحظت انه هذا هو الاسم، وانا هنا فعليا عمال عكسته على الموديل. انا خليني فقط اعمل سيف حتى اتاكد انه ما في عندي اي مشاكل، وبعد هيك خليني نعمل بيلت للبروجكت. اوكي، حتى اضمن انه ما في عندي اي مشاكل قبل ما اني انتقل الى الخطوات التاليه. بيلد للبروجكت من خلال الضغط على كنترول شيفت بي، لاحظت احنا اعطاني هنا اللي هو بيلد سكسيد. اوكي، راح اقوم بعد هيك باغلاقه. الان خلينا نروح مباشره الى اللي هو النكست ستيب. في النكست ستيب راح اقوم مباشره ب بالخطوه رقم 3 بانشاء عندي هنا اللي هو اكشن ميثود، راح اسميها عندي هنا اللي هو بيلد سيستم. فعندي هون ضمن اللي هو الامبلويز كنترولر، وبالتحديد من الكنترولرز فولدر، راح اروح ضمن عندي هنا اللي هو الامبلويز، وراح اقوم عندي هنا بانشاء اللي هو كنترولر. تمام، وبالتحديد انه هنا عفوا ليس كنترولر، اكشن ميثود. ففقط خليني هنا نيجي ننشئها زي ما احنا فعليا شايفين. اوكي، الان راح يكون في عندي هون اللي هو public، راح يكون عندي هنا ريتيرن تايب راح اتعامل معاه هو فعليا الاكشن ريزلت، راح اسميها عندي هنا اللي هو بيلد سيستم زي ما احنا فعليا شايفين. اوكي، وطبعا هنا راح تاخذ مني عندي اللي هو باراميتر، راح افترض عندي هنا اللي هو الامبلوي اي دي. اوكي، وبعد هيك مباشره راح اقوم الان بعمل عندي هنا اللي هو ريتيرن فيو، راح ارجع عندي هاي عملية الامبلوي اي دي للفيو، فبالتالي حاجة احكي عندي هون اللي هو امبلوي اي دي. اوكي، بعد هيك مباشرة راح اقوم الان بانشاء عندي اللي هو فيو، وهاي الفيو راح يكون اسمها بيلد سيستم، فراح يكون اسمها بيلد سيستم، راح اعمل لها اد. بكل بساطة راح اقوم فعليا ضمن هاي الفيو باضافة عندي هون اللي هو تو دروب داون ليست، فبالتالي انا اوريدي قمت بتجهيزها. تمام، اللي هي خاصة راح تكون بالميموري وبالهارد درايف. راح نيجي الآن نعمل لها بيست زي ما احنا فعليا شايفين. فقط خليني أتأكد إني أخذت عندي هون اللي هو كل التعديلات قبل ما إني أقوم الآن بحفظها. أوكي،
اوكي الان راح اروح مباشره عندي هون، خلينا نجي نعمل عندي هون اللي هو له كوبي مباشره حتى اتاكد انه الامور تمام. اوكي الان راح تلاحظ انه هنا بكل بساطه عمالي هون بقوم باضافه تو دروب داون ليست. الدروب داون ليست الاولى اللي هي خاصه بالرام، يمكن انه يختار اللي هو الرام، وايضا هنا في عندي اللي هو الهارد ديسك درايف، يمكن ايضا يختار الساعات المطلوبه. اوكي الان بعد هيك مباشره راح اقوم بعمل سيف له. تمام بعد هيك راح اروح مباشره عندي على البروجكت نفسه، راح اقوم عندي هنا باضافه كلاس. هذا الكلاس راح اسميه عندي كمبيوتر سيستم، فبالتالي خليني اجي اعمل له عندي هون اللي هو كوبي، فراح اروح مباشره عندي هون واسميه كمبيوتر سيستم زي ما احنا فعليا شايفين، وراح اعمل له اد. لان هذا الكلاس بكل بساطه راح هو من خلاله يتم عمل انيشيالايز للجهاز اللي انا بدي اياه، اللي راح يحتوي على رام، راح يحتوي على هارد ديسك درايف زي ما راح نشوف كمان شوي. انا فعليا انا في عندي تو فيلدز، الفيلد الاول هو عندي رام، وايضا في عندي انذر فيلد عندي هون اللي هو فعليا راح يكون الهارد ديسك درايف. اوكي وهون خلينا نجي نحكي عن هارد ديسك درايف سايز. اوكي بعد هيك مباشره راح اقوم بانشاء الكونستراكتور اللي هو فعليا اسم عندي هون راح يكون الكلاس، وهذا راح يكون ليست كونستراكتور، فبالتالي ما في عندي هون اي باراميتر. اوكي وبعد هيك راح اقوم ايضا باضافه عندي هون اللي هو انذر كونستراكتور. هذا الكونستراكتور راح يتوقع مني عندي هون اللي هو الرام، وايضا راح يتوقع عندي هون اللي هو الهارد ديسك درايف تمام زي ما احنا فعليا شايفين. وبعد هيك راح اجي اعمل لهم انيشاليز، فبالتالي راح انادي الاندرسكور رام، راح ياخذ قيمته من اللي هو البارامتر اسمه رام اللي راح يتم فعليا ارساله ضمن الكونستراكتر زي ما احنا فعليا شايفين. اوكي وبعد هيك مباشره اوكي راح نقوم بعمل انيشاليز للهارد ديسك درايف. اوكي بعد هيك مباشره خلينا نجي الان نضيف عندي هنا اللي هي انذر ميثود. هاي الميثود راح تكون هي بابليك، راح ترجع لي سترينج راح اسميها عندي هون اللي هي build، واللي هي من خلالها راح ترجع لي فعليا السيستم configurations بمعنى او باخر مواصفات الكمبيوتر اللي انا اخترتها. اوكي فبالتالي راح نيجي الان نيجي نحكي عندي هون الimplementations لها. راح استخدم عندي هون الكلاس اسمه string builder واللي هو موجود طبعا ضمن system.txt namespace. راح اسمي عندي هذا الاوبجكت اللي هو عباره عن sp equal عندي هون اللي هو new string builder. اوكي وبعد هيك مباشره راح اقوم بمندات السترينج بلدر اعمل له اللي هو ابن، بحيث اني راح اضيف عليه اللي هو الرام، فبالتالي راح احكي عندي هون اللي هو السترينج دوت فورمات، راح احكي له عندي هون الفورمات وراح يكون كالتالي زي ما احنا فعليا شايفين. اوكي وعندي هون راح ياخذ القيمه من الفاريبل المخزنه بداخل عندي هون اللي هو الرام. نفس الشيء راح اطبق الامر على الهارد ديسك درايف، فبالتالي راح اجي احكي عندي هون الهارد ديسك درايف راح يكون عندي هون اللي هو underscore hard disk drive size. اوكي تمام وبعد هيك مباشرة راح اقوم الان ب اللي هو عمل ريتين، بحيث اني راح اجي احكي عندي هون اللي هو ريتين للسترينج بيلدر دوت عندي هون اللي هو تو سترينج. يعني احنا هيك فعليا عملنا من قوم بعملية initialize اللي هو السيستم. اوكي الان خلينا نرجع مباشرة الى الامبلويز كنترولر. انا بكل بساطة بدي انادي هاي البيلد عندي ميثود ضمن الامبلويز كنترولر. انا راح تلاحظ انه هذا الكنترولر اللي سميناه بيلد سيستم راح يتم تنفيذه في HTTP get عندي، فبالتالي راح انادي عندي هون اللي هو HTTP get. انا راح يكون في عندي هون اللي هو another action method. هاي الاكشن ميثود راح تتوقع مني اللي هو الامبلوي اي دي، وايضا راح تتوقع مني اللي هو الرام، فبالتالي خلينا نجي نحكي عندي هون اللي هو السترينج عندي هون اللي هو رام، وايضا راح تتوقع مني عندي هون اللي هو الهارد ديسك درايف سايز زي ما احنا شايفين. اوكي وبداخلها راح يكون الامبلمنتيشن على النحو التالي. انا بالبدايه راح اقوم بجلب عندي هون اللي هو معلومات الموظف عن طريق الداتابيز، فبالتالي حتى اقوم بجلب معلومات الموظف عن طريق الداتابيز راح اروح انادي مباشر عندي هون اللي هو database.employees.find، راح اعثر على هذا الموظف عن طريق الامبلوي اي دي اللي خاص فيه، وبالنهايه راح يرجع لي هون اللي هو داتا من نوع اللي هو employee.
راح اخزنها بالداخل اوبجكت، راح اسميه عندي هون اللي هو employee. بعد هيك مباشرة راح اقوم الان بانشاء اللي هو اوبجكت من الكلاس اللي اسمه computer system، فبالتالي راح نيجي نحكي عندي هون اللي هو computer system، راح اسمي هذا الاوبجكت اللي هو فعليا computer system، بامكانك طبعا تسميه الاسم اللي انت بدك اياه، equal عندي هون اللي هو new computer system. لاحظ انه هنا باخذ اللي هو اكثر من باراميتر، راح انا ابعث له عندي هنا فعليا اللي هو RAM والهارد ديسك عندي درايف سايز، اوكي تمام زي ما احنا فعليا شايفين. بعد هيك مباشره انا بدي اعمل اساين للديتا، يعني للسيستم كونفيجريشن ديتيلز، فبمعنى او باخر راح اجي احكي هذا الامبلوي اللي هو له فعليا كمبيوتر او له اللي هو سيستم كونفيجريشنز ديتيلز اللي هي مواصفات الكمبيوتر اللي انا اخترتها، راح اقوم ب جلبها. طبعا الان كيف راح يتم عمليه الها انيشلايز؟ عن طريق هذا الاوبجكت اللي اسمه كمبيوتر سيستم واللي بيحتوي بداخله على ميثود اسمها بيلد، فبالتالي هاي الميثود هي فعليا راح ترجع لي اللي هو السيستم انيشلايز، او خلينا نجي نحكي الكمبيوتر اللي انا فعليا اخترت مواصفاته. بعد هيك مباشره راح احفظ عندي هون اللي هي التعديلات، فبالتالي راح نيجي نحكي عندي هون التعديلات كانت على الامبلوي، اوكي راح نيجي نحكي حالته هون اصبحت اللي هي موديفايد زي ما احنا فعليا شايفين. وبعد هيك مباشره راح نيجي نحكي عندي هون اللي هو db.save changes حتى اعكس عندي هون اللي هو التعديلات، واخيرا راح اقوم هون بعمل اللي هو return ل redirect to action، والاكشن اللي بدي اودي عليه هو فعليا الindex، اوكي تمام. الان بعد هيك مباشره خلينا نيجي نضيف فعليا عندي هون سيمي كولون، اوكي الان خلينا نرجع بعد هيك مباشره نروح على الاندكس عندي الموجود عندي هون، فضمن عندي هون اللي هو الاندكس راح اقوم عندي هون في التحديد ضمن عندي هون الموديل، راح اقوم باضافه فعليا اللي هو الكمبيوتر اللي هو فعليا بيلد سيستم كلينك، فراح اروح مباشر عندي هون واعمل اللي هو كوبي، وايضا راح اضيف لها اللي هو ليبل زي ما احنا فعليا شايفين انه هنا ضفت لها ليبل، فبالتالي راح يعرض لي هون اللي هو سيستم كونفيجريشن ديتيلز، وايضا راح يعرض لي اياها كاكشن لينك، فبالتالي راح تكون هي عباره عن بيلد سيستم، راح تضغط عليه راح يروح يوديني مباشره على الاكشن ميثود اسمها بيلد سيستم، بحيث انه راح طبعا راح يتم ارسال اللي هو رقم الموظف اللي هو امبلوي اي دي، اوكي تمام. بعد هيك مباشرة خلينا نجي نعمل running للابلكيشن، تأكد ان الابلكيشن عماله بيشتغل معي كما هو متوقع ولا لا، فبالتالي راح اروح الان اضغط على كنترول و F5، الان عمال بعمل لي build started build succeeded، الان راح اروح مباشرة عندي هنا على employees controller زي ما احنا فعليا شايفين، وبعد هيك مباشرة راح اقوم الان بالذهاب على البيلت عندي هنا اللي هو السيستم، راح اختار عندي هنا مثلا الميموري، راح اختار عندي هنا اللي هو الدرايف، وبعد هيك مباشرة راح اعمل الان عندي هنا اللي هو كرييت، راح اطلع مباشرة اعطاني عندي هنا اللي هو الرام 8 جيجا، وفعليا عندي هنا اللي هو الهارد ديسك، اوكي الان بكل بساطة عماله بتم عندي هنا، طبعا هذا بالنسبة الى اللي هو المانجر. الان انا بكل بساطة لو كان فعليا في عندي لو كان انا فعليا في عندي اللي هو في عندي اللي هو خلينا نحكي بعض اللي هو الكونفيجريشنز خاصة في بعض البرودكت، بمعنى مثلا لو كان مثلا في عندي الماوس والكيبورد على سبيل المثال خاصين فقط في الديسكتوب، ما بديهم يكونوا خاصين باللي هو اللابتوب، فبالتالي بصبح عندي هذا الحل هو ما ليس مفيدا. ليه؟ لأنه بكل بساطة رح أضطر أذهب إلى عمليا الكلاس اللي اسمه كمبيوتر سيستم وأضيف عندي هنا اللي هو another parameters، وبالتالي رح يكون في عندي another constructors تحتوي على parameters أكثر، فبالتالي أنا بهاي الحالة بحاجة إلى البيلدر ديزاين باترن، اوكي فهاي هي النقطه. ايضا انا في عندي بعض الايتيمز او بعض الكونفيجريشنز خاصه في بعض خلينا نجي نحكي الكاتيجوريز، مثل عندي مثلا على سبيل المثال الفاره مثلا اللي هي الماوس والكيبورد خاصين مثلا بديهم ب باللابتوب، ما بديهم يكونوا خاصين بالديسكتوب، فبالتالي انا هنا بحاجه لاني افصل بعض الفيتشرز عن بعضهم البعض، اذا بدي اتبع على نفس هذا الابروتش فبالتالي راح يكون فعليا في عندي كومبلكسيتي عاليه، فبالتالي انا بدي الجا الى
البلدر ديزاين باتن، واللي هو فعليا بحل لي هاي اللي هي المشكله. اوكي، في الدرس القادم ان شاء الله راح نشوف كيف بامكاننا انه نحل هاي المشكله عن طريق استخدامنا للبلدر ديزاين باتن. في هذا الدرس تعرفنا على المشكله، وفي الدرس القادم راح نتعرف على كيفيه حل هاي المشكله بشكل عملي. اوكي، اذا هذا هو كل شيء بالنسبه لدرس اليوم. بتمنى يكون درس اليوم واضح وسهل. اخيرا، thanks for listening and have a great day.